اذا كانت الحفره بيتنا وياماش والدنا، فالدوري المصري معروف ان هو ليه بطل واحد بس وبطل ابدي وهو النادي الاهلي. 42 بطوله، دوري مؤمن زكريا، دوري ممتاز تقدر تقول عليه ان في ارقام كويسه النادي الاهلي محققها السنه دي، والاهلي بيخلص الدوري قبل 7 أو 8 جولات من النهايه. يعني الموضوع عادي جدا وبسيط وسهل ومرح وسلس جدا. بس المشكله بالنسبه للمدرب لما يحب يحط ارقام فوق الارقام اللي هو كان حاططها، وفجاه تلاقي المعادله باظت منه والفرقه ضربت منه مره واحده، علشان خاطر هو ما عندوش اي فكره ان هو ممكن يعمل روتيشن. لا انا عايز كمان باللعيبه هي وعلى الاقل هرجلها في الملعب. في فرق ما بين لعيب بيجري في الملعب بيلعب ماتش كل اسبوع او بيلعب ماتش كل 5 6 ايام، انما المره دي انت بتلعب كل 3 4 ايام، والموضوع بيبان عليه ان هو بدا يبقى اوفر، والاحمال بدات تبقى عاليه على اللعيبه، غير ان لعيبتك اساسا بتتصاب وبتتمرن. فالموضوع كان صعب جدا على فايلر، بس فايلر بيقرر ان هو يبدا برده باللعيبه الاساسيه، وبرده في الممر الشرفي بتاع لعيبه المقص. حسيت ان نفس الممر الشرفي ده اللي عملناه ليفربول في نهايه الموسم، اللي هو تعالى في مرة شرفي بس انا هنزل الملعب هرخم عليك، وهنزل الملعب هلعب عليك كرة على الارض وكرة حلوة. وكابتن هاب جدال معروف ان هو المكسر بيلعبوا كرة حلوة، وكمان الراجل اللي عمل لي فيها فيرجيل فان دايك ده بصراحة الراجل مدافع كويس، بس المشكلة يعني ان هو ناقش الستايل بتاع فان دايك بالحرف الواحد اللي هو كابتن محمد دبش، وبيلعب تحت بميدو جابر الغلابة او كراسكو الغلابة، والناحية التانية كان بيلعب باولو فوفي، محمد ابراهيم صانع العاب، وعمر مرعي مهاجم. المشكلة بقى بالنسبة لي انا كانت في ال 4 4 2 بتاعت رينيه فايلر، ورا محمد مجدي قفشه على طرف اليمين، ونفس المشكله اللي انا قلتها برضو، واحنا جايبين مجدي عشان نلعب 4-2-3-1. اول ما جبنا قفشه شفنا ان احنا نلعب 4-4-2، وشفنا ان جونيور اجاي ينفع يكون مهاجم تاني. اجاي اللي باين قوي ان هو يا جماعه خلاص تجربه نخلص فيها، ونحاول ان احنا نخليه صفقه تبادليه فعلا ما بينه وبين بدر بانون، علشان خاطر جونيور اجاي مش هيدينا زي المواسم اللي كان فيها كويس، والراجل خلاص نقول له شكرا ومع السلامه. اما جيرالدو دا كوستا، فالمشكله بالنسبه لجيرالدو ان جيرالدو بيلعب علشان خاطر تسويق، والمشكله ان هو ما عرفش يستفاد بالفرصه دي عشان خاطر يسوق نفسه. الراجل مش عارف يجيب اهداف ولا عارف يعمل اسيستات، والراجل الاعلام حاطط عليه والناس كلها شايفه ان هو اللي عامل مشكله جوه الملعب، مع ان الفرقه كلها واقعه، بس الناس كلها شايفه ان العيب في جيرالدو والازمه كلها بتكمن في جيرالدو. بس الغريب النهارده معاملة السوليه عمل ماتش حلو قوي، يعني بعيد عن معاملة السوليه الكره المدرب مساكي جه طفش خبط في رجله وجت هدف، والفار رجع يشوف المشكله كانت فين من البدايه، وحسب على الاهلي وبادجي اللي هم ممكن تقدر تقول عليه تاني وتالت ورابع المكسب الوحيد للاهلي في ظل معمعة المباراه دي ان احنا لقينا الاهلي وبادجي. اما حمدي فتحي ومصطفى حمدي فتحي، فمش عايز اقول لك ان حمدي فتحي لسه بيتلمس الملعب، لان دي قلت لك 7000 مره، بس المشكله كلها ان الكلام مكرر على الاهلي، والناس ما بتتقبلش، الناس ما بتتقبلش فكره ان الاهلي سيء، وان الاهلي محتاج صفقات فعلا، وان الاهلي محتاج تدعيم فعلا علشان خاطر ما نفوقش على كابوس. هتقولي ما احنا خدنا الدوري، ما احنا بقالنا فتره طويله قوي بناخد الدوري، بس بنفوق في افريقيا على ان الفرقه بتاعتنا عندنا مشاكل، وهي دي المشكله بتاعتنا الازليه. نبقى مخلصين هنا الدوري وواخدين الدوري، والموضوع عادي جدا بالنسبه لي، حتى لو بلعب ايمن اشرف فارس ابراهيم مساكين، وحتى لو الشناوي وانا وزماتشي والشناوي بيشيلهم دايما، فالناس بيقولوا عنهم ان هم عاملين كلين شيت كتير قوي، والناس عامله ارقام ممتازه ومدافعين كويسين وممتازين جدا، وناخد بيهم افريقيا. اللي هو افريقيا ايه؟ دول ما ينفعش انت تعدي الشارع وانت بتلعب قدام جماعه اصحابك في خماسي، فهتاخدهم تلعب بيهم مباراه نص نهائي في دوري ابطال افريقيا ازاي اساسا؟ اه محمود متولي مصاب، ورامي ربيعه برده بيلعب ماتش بسبب بعديه، وسعد سمير بره القايمه، والدنيا بالنسبه لنا في المساكين ضايعه. طب ماشي نجيب بدر بانون ونحاول ان احنا نقضيها الماتشين ثلاثه في افريقيا دول على الله، ويمكن تمشي معانا وناخد البطوله. تمشي معانا وناخد البطوله؟ احنا مش مرشحين البطوله اساسا، احنا كنا مرشحين قبل التوقف، دلوقتي مش مرشحين. مش هنضحك على بعض، احنا نفرح بالدوري لو خدنا الدوري ونحفل براحتنا ونعمل كل اللي احنا عايزينه، بس ما نقعدش نتكلم عن ان احنا مرشحين لبطوله افريقيا. اه زمالك غير مدرب، واه الوداد غير مدرب، واه الرجاء عنده مشكله في اللعيبه المصابه، والرجاء ولا غير مدرب اسف، والوداد عنده مشكله في اللعيبه المصابين بكورونا، بس احنا برضه سيئين. يعني احنا المدرب بتاعنا شفط اللياقه البدنيه بتاع اللعيبه، واللعيبه وقعت تماما، حتى مش راضي ان هو يدي فرص للعيبه الشباب بعد ما الدوري ما خلص رسمي. كان في ناس بتقول لي استنى لما الدوري يخلص وهتلاقي الراجل بينزل باللعيبه الشباب بالزوفه جوه الملعب، ولو نزل بيهم واتغلبوا هل هتبقى انت مبسوط؟ بالمنظر اللي انا بشوفه في المباراتين اللي فاتوا بتاع مصر، بتاع ماتش مصر المقص النهارده والماتش بتاع الاتحاد اللي فات، العب بالناشئين واخسر افضل من القرف اللي احنا بنشوفه جوه الملعب ده. مفترض ان انت بتلعب بالفيرست، الفريق اللي بيلعب اساسي كل الماتشات، والفريق الاول بالنسبه لك اللي ما بتغيرش فيه حد، وبتلعب مش عارف تخلق فرص، والدنيا بالنسبه لك ضايعه خالص، وبتلعب عرضيات، والموضوع ما بقاش فيه اسلوب لعب، ما بقاش فيه جمل تكتيكيه، ما بقاش فيه اي حاجه خالص بتحصل جوه الملعب. لا انت تلعب بالناشئين، ابرك لك وتغطي نفسك، انما هتقعد تكمل باللعيبه دي برده المباريات المتبقيه لك في الدوري، يبقى انت بتضحي بيهم علشان خاطر انت نفسك تكسب لك ماتشين ثلاثه، ويقول المدرب ده مدرب حقق لقب برقم قياسي في عدد النقاط، او حقق اي حاجه خالص، في مقابل ان انت تقول ان انا عملت سي في قوي
ومش مهم بقى ان انا في دوري ابطال افريقيا واخرج. ناس كتير بتقول هو بيعمل كده علشان خاطر ممكن يمشي اخر السنه، لا بيعمل كده علشان خاطر هو خايف ان هو يعمل كده ويطلع يتسال في الاعلام ويقول ان هو بيجرب شباب عادي. بس المشكله بالنسبه لنا احنا في مصر ان اي حد لازم الاهلي بيلعب لازم نكسب. يا جماعه طب ما احنا خلصنا الدوري ما نكسبش عادي مفيش مشكله، بس المشكله بالنسبه لنا لو فضلت على الاداء ده وفضلت على نفس العقيده ان اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي تنفع انها تكمل. الموضوع صعب، انت بتلعب قدام 10 من الدقيقه 66 واللعيبه بتاعتك مش قادره خالص. هتقول لي برده مش عايز اغيرهم عشان خاطر خلي الجنون في الملعب؟ لا مع نفسك بقى انت واستحمل اللي هيحصل في بطوله افريقيا. بص انا مش هقول لك الفيديو هيعجبك او مش هقول لك ان انت تقول الولد ده بيفهم او الولد ده اي حاجه، انا كل اللي انا عايزه منك لك لما تختلف تختلف باحترام وما تقعدش تقول انك بتتكلم بسرعه.